مشاهدي أم تي في، مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث أستضيف سعادة السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين، ومعه سوف نتطرق إلى تطورات الأزمة السورية وموقف روسيا منها. الآتي أبرز محاور الحوار. ما هي الأفكار الروسية الأمريكية التي يحملها الإبراهيمي إلى الأسد؟ ما هي الثوابت والمتغيرات في السياسة الروسية الشرق أوسطية؟ هل بدأت الاستعدادات لزيارة البطريرك الراعي إلى روسيا؟ سعادة السفير، أهلا بك في أم تي في. يا مرحبا. منذ نهاية حزيران الماضي ثمة لغط متعلق بطريقة تفسير اتفاق جنيف، واليوم تقول جريدة لوفيغارو أو النهار نقلا عن لوفيغارو أن الموفد الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي ينقل أفكارا روسية أمريكية. هل لديك فكرة عما هي هذه الأفكار؟ أظن أنه الأخضر الإبراهيمي يعتمد على بيان جنيف كما هو. هو توجه إلينا وإلى الأمريكان بدعوة لتأييد هذا النهج وجهوده، ويتشاور ما بيننا في هذا الموضوع. نحن وافقنا على هذا الشيء لأنه فعلا أنه في فرصة لإيجاد القسم المشترك مع الأمريكان بالنسبة لكيف نطبق بيان جنيف. أما ما هو ينص عليه فهذا واضح، هذا لازم يكون دقيقين. نحن لا نريد أن نؤدل أو نضيف شيئا إلى النص، ولكن أن نتفق حول كيفية التطبيق. وما هو أظن أنه قيد وهذا موضوع البحث للأخضر الإبراهيمي. نعم. تقول جريدة لوفيغارو نسبة معلوماتها إلى مصدر دبلوماسي لم تكشف هويته، تأليف حكومة انتقالية من وزراء مقبولين لدى طرفي النزاع في سوريا على أن يحتفظ الأسد بالسلطة حتى 2014 لاستكمال ولايته، ولكن من غير أن يكون له الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ونسبت إلى هذا المصدر أن الرئيس السوري يرفض ذلك حتى الآن، وهو يوافق على التنازل عن سلطاته لكنه يريد أن يترشح للرئاسة سنة 2014، مشيرا إلى أن الشرط الأخير لا توافق عليه حليفته روسيا. هنا أظن أن هنا الجزء الكبير صح، واليتعلق ب ممكن نسميها الحكومة الانتقالية أو هيئة الانتقالية بتكليف من أطراف الحوار. هذا الشيء صح، وحتى نصر أن يكون لديها صلاحيات واسعة. فيما يخص بإعادة الترشيح، فأظن أنه بالنسبة لنا هذا الأمر لا نبحثه، وهذا الأمر غير وارد في جدول أعمالنا، لأنه نترك هذا الموضوع لسوريين أنفسهم، ونعتقد أنه الإصرار على هذا الموضوع الآن هذا غير مفيد. من جهتكم كيف ترون هذا الإصرار؟ يعني ماذا يريد الرئيس الأسد من خلال هذا الإصرار على الترشح لولاية ثانية؟ هذا موقفه اللي نحن نعرفه منذ الأول. هو الموقف أنه هو يرفض أي محاولات من الخارج أن يضغط عليه للتنحي، وهذا الأمر هو منذ الأول وحتى الآن في نفس الحالة. شيء آخر، لماذا الأطراف الأخرى تصر على هذه النقطة؟ نحن نعتقد أنه يجب علينا أن نتجاوز هذا الموضوع ونمشي إلى الأمام، لأنه في قضايا أخرى تتطلب الحل. من خلال التباين الذي كان قائما في المرحلة الماضية حول تفسير مقررات جنيف، ما الذي حصل لكي يقترب التفسيران الغربي والروسي من بعضهما في
في نهاية الأمر؟ بالنسبة لنا هذا تفسير هو لا يزال نفسه، لا نريد إلا هو منصوص في بيان جنيف. وإذا نحن نتفق مع الأمريكان مثلا ومع الآخرين حول تطبيق ما هو وارد في بيان جنيف، فهذا لا يتطلب أي شيء آخر إلا الخطوات العملية ميدانيا وفي إطار الحوار. نعم. أيضا من صحيفة لوفيغارو تؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا تتبادلان في هذه الأيام قوائم بالوزراء في الحكومة الانتقالية السورية، لكن المحادثات الجارية تقلق أولئك الذين يعارضونها وبخاصة إيران. عندي ما في معلومات من هذا النوع، وأكثر من ذلك لا أظن أنه نحن نبحث أي شخصيات مع الأمريكان، بسبب بسيط أنه منصوص في البيان جنيف أنه الأطراف أنفسهم هم يكلفون الأشخاص. فلذلك إذا نحن وافقنا على مثلا هذا الاقتراح ما بعرف من أين، فمعناته نحن نتخلى عن ما هو موجود بالنص، فلا أظن أنه هذا الشيء وارد لدينا. ألا تعتقد بأن تسهيل مثل هذا الأمر يقتضي هذا التدخل، بمعنى أن المشكل كبير عدم الثقة بين الأطراف المتنازعة في حدوده القصوى، قد يحتاج الطرفان ربما إلى تدخل لمساعدتهم على اختيار هؤلاء الأشخاص؟ هذا صحيح أنه التدخل لازم يكون قويا، ولكن في مجال ما وفي مجال آخر هذا خارج الأطر، وحتى ربما يكون المضر لكل العملية، لأنه شو المطلوب منا؟ الضغط للموافقة على الحوار. هذا هو المطلوب منا ومن الأمريكان، لنضغط على النظام وعلى المعارضة بكل فصائلها. نعم. هل تعتبر أن الوضع في سوريا بلغ حد عدم شعور أي من الطرفين قدرته على تغيير الواقع، أم العكس صحيح؟ المعارضة فعلا تشعر بإمكانية الحسم، ولذلك يبدي النظام مرونة أو استعدادا، خصوصا بعدما سمعنا تصريح نائب الرئيس السوري فاروق الشرع. صراحة أنه كل هذه الفترة نحن كنا نلاحظ أنه كل واحد من الأطراف المتحاربة دائما يظهر كأنه هو قادر على الحسم، أما نحن فمنذ الأول وحتى الآن نقول أنه خلي يكون عملية سياسية وليس التكهنات على الخصم العسكري. فكل مرة هناك نسمع كلام أنه نحن نستولي المعارضة نستولي على العاصمة أو الحلب أو شيء، بعدين نحن نشاهد الشيء آخر. يعني أنه موقفنا مطلوب التصوير السياسي. شيء اللي كمان يشير إلى هذا كلام فاروق الشرع، أنا لا أعرف بالضبط هل هذا كان منسق مع الرئيس بشار الأسد أو هذا مبادراته الشخصية. أنا أعرف من تجربة الماضي أنه هو ينسق كل شيء مع الرئيس، ما بدأ التكهن صعب. إلى أنه الآن في هذه الظروف هذا التصريح من جانب النظام هذا يجب أن يدل على الأشياء. أظن أنه يدل على الجاهزية النظام للحوار، فهذا يعني أنه هذا الموقف مقبول بهذا المعنى. خليه يكون هكذا فنحن نجرب. إذا أخذنا هذا المعطى الذي تتفضلون به سعادة السفير وعطفناه على لغز بوغدانوف، اللغز الذي هذه الشخصية الدبلوماسية التي في كل مرة تدلي بمواقف ومن ثم تستتبع بتوضيحات ومسارعة من النظام دون أن تؤخذ أي إجراءات تحد من هذه
المواقف التي يشتم دائما منها استعداد روسيا للمساومة؟ التعليقات عديدة وممكن يكون أكثر من واحد واثنين ولا ما نسمعه. في كل حال هذا يتيحنا الفرصة لنؤكد مرة مرارا على الموقف المبدئي الروسي في هذا المجال. كدبلوماسي ألا تتساءل عن هذا اللغز في كل مرة؟ موقف، توضيح، ثم مسارعة، ثم موقف. لا بأس أنه يكون التأكيد للموقف بهاي الطريقة لكن أثناء النفي أنه صار في إشارة إلى بعض الأمور المتعلقة بهذا التصريح، أنه صار في الإشارة، ومثل ما أنا لاحظته أنه صار في إشارة إلى الأقاويل المعارضة حول الإمكانياتهم أو الاستيلاء على المواقع النظام السوري، ومواصلة لهذا الحديث أنه هذا مضر وهذا سيؤدي المزيد من سفك الدماء وإلى آخره. هذا اللي بعدين صار في هذا بهذا الشكل في وسائل الإعلام، إلى أنه نحن أكدنا مجددا. وإذا كان في هناك مثلا نية لتغيير النهج فيكون طبعا تركيز على الأشياء الأخرى. نعم، بس مثلا ربما يكون موقف منسق على طريقة موقف الشرع، موقف بوغدانوف المنسق. لا، صار في نوع من النفي، فلذلك هذا صعب نتصور انه نحن هكذا توزيع ادوار. صار في طرح لهذا الموضوع بوسائل الاعلام بهذا الشكل، فاكدنا هذا الموقف. ما شايف هذا لانه لدينا مثلا لدينا الانتقادات لتصرفات النظام. نحن من زمان نقول حول النواقص والمماطلة في بالإصلاحات خلال المرحلة الأولى وإلى آخره، أنتم تعرفونه. فلذلك إذا كان في الرغبة لتغيير فيكون التركيز ربما على نهج النظام وليس على يفقد هو مواقف أو لا يفقد. نعم. وهذا واضح للجميع. نعم. هل روسيا أصبحت على اقتناع أو على قاب قوسين أو أدنى من الاقتناع بأن النظام السوري غير قادر على الاستمرار بنهج الحالي؟ هل وصل إلى أقصى قدرته على المقاومة؟ بهذا الشكل نحن لا نطرح موضوع بهذا الشكل، أنه عندما نحن نتحدث حول تغيير النظام نحن نقصد أنه الانتقال سوريا من حالة إلى حالة أخرى. لأنه شو كان في الأصل؟ في الأصل كان المطالب للشعب السوري لأكثر ديمقراطية والحريات والحقوق، هذا هو كان المقصود بالحراك الشعبي في سوريا، ونحن نؤيد ذلك، ونحن نرى أو نتمنى المستقبل السوري بهذا الشكل. أما هل القيادة مؤلفة من فلان وفلان هي ستستمر أو لا، هذا نحن لا نبحث. والشيء الثاني أنه نعتبر خطير جدا الحديث أو سعي نحو تفكيك المؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش ولا الأشياء الأخرى، هذا نعتبر هذا كمان المضر لسوريا. كثيرون يعتبرون أنه من الصعب البحث عن التسوية قبل بلوغ الطرفين حدود الإنهاك. هل ترى أن الفريقين اقتربا من هذا الشعور بالإنهاك لكي يذهب إلى المفاوضات السلمية؟ ربما إذا نحن تركنا الوضع كما هو فهذا يؤدي إلى تدهور والزايد وإلى آخره. الشيء اللي نحن نركز عليه نأس الآن بتصرفات الأطراف الثالثة، أطراف الخارجية. فلذلك يجب تشغيل هذا الاحتياط التي الآن هو حتى يلعب دورا سلبيا في هذا، يجب إعادته للعامل الإيجابي. بكلام آخر دعني أسأل
سأل السؤال بطريقة مختلفة. يقال إن الطرفين لن يوافقا على أي حوار أو مخرج سلمي طالما يشعر أو يأمل أو يعتقد كل منهما أنه قادر على الحسم. هذا لا أظن أنه هذا شيء دقيق. أنه طبعا إذا شعر طرف أنه قادر فربما يستمر، هذا صحيح. ولكن النظام بده حل بكل الأحوال، بده مخرج. نعم. بده مخرج من هذا الشيء. المعارضة مختلفة، متنوعة، متجزئة. نعم. وإلى آخره. وفي جزء منها كمان قابل لاستيعاب موضوع التسوية. في طبعا الجزء الذي سوف يواصل الصراع حتى في تمويل وتصليح، وهذا أكيد. سعد السفير، ثمة تساؤلات ومواقف من موقف دولة روسيا منذ بداية الصراع، واليوم رغم كل شيء يستمر الاتحاد الروسي في دعم نظام الرئيس الأسد. هل هذا الدعم مستمر حتى النهاية؟ أولا أنه الدعم للنظام، هذا الموضوع ربما غير، هذا الطرح غير دقيق. ليش؟ لأنه مثلا شو نحن عملنا على الصعيد الدولي في المجلس الأمن. نحن أول من اقترح المشروع القرار روسيا مشروع القرار حول سوريا، رغم أنه هذا كان النزاع الداخلي، وربما الجهود الدولية لم تكن مطلوبة مباشرة. نحن طرحنا هذا الموضوع للضغط على الطرفين. للأسف أنه منذ المرحلة الأولى كان الموقف الغرب في مجلس الأمن أن يكون هناك ضغط على طرف واحد وهو نظام. وكم شهر نحن كنا في نفس الحلقة المستديرة بنفس الطرح الموضوع، أنه كنا نتساءل لماذا الضغط على طرف واحد في حالة عندما يكون هذا التراجع منه بتصير فورا هجوم من الطرف الثاني ولو يكون عنده المسدس واحد. هذا بيجي ويستولي المكان. نعم. لكن الحدود التي يضعها الاتحاد الروسي لنفسه بموضوع سوريا ما هي؟ صح، هذا الحدود عريضة جدا، لأنه موضوع سوري حلقة من المسلسل اللي يشمل المنطقة وربما أوسع من منطقة. وكما أشرنا مرارا وتكرارا إلى أنه لن نقبل تكرار الموضوع الليبي في سوريا. وإجمالا هذا يتعلق بالعلاقات الدولية وبطبيعتها، كيف نحن نكون على المستوى المتساوي أو يكون واحد يضغط على الثاني ويفرض عليه إرادته. بالتحديد بالنموذج الليبي الذي أعلمتم مرارا اعتراضكم ورفضكم لتكراره، ما هي النقطة بالتحديد التي ترونها الأكثر خطورة والتي تجعلكم أكثر فأكثر تتعلقون بموقفكم في سوريا؟ بالنسبة لليبيا حدث ما حدث بالنسبة لعملية ناتو. نعم. والتدخل الخارجي المباشر بليبيا وانتهى بسقوط النظام. وانتهى بسقوط. نعم. النظام. ما الذي يمنع تكرار هذه التجربة في روسيا في سوريا؟ أولا أنه نحن لا نشارك في إسقاط الأنظمة، واللي كان في ليبيا نحن لم نوافق على إسقاط نظام. كان في الفكرة كنا نشارك فيها لتهدئة الأوضاع عندما كان هناك الهجوم لتهدئة الأوضاع، ولكن استغلوا هذا لإجراء العملية العسكرية. هذا الشيء. فلذلك بسوريا
قلنا أنه لا، نحن نكون حذرين بالنسبة للقرارات الدولية، وعندما يقترحون القرار غير متوازن لا نوافق عليه. هل الاعتراض يقال لنقل ما صراحة ما يجري التداول به في الإعلام وفي التحليلات الصحفية والسياسية، يقال إن روسيا غير راضية عن إخراجها من منطقة الشرق الأدنى، وهي تعتبر أن سوريا هي موطئ القدم الأخير لها، وبالتالي لن تقبل بالتخلي عنه ما لم تحصل على مقابل. سؤال جيد. شو يعني الوجود الروسي بالمنطقة؟ الوجود الروسي بالمنطقة مثلا تاريخيا أو يكون على مدى السنوات الأخيرة، الوجود الروسي كان وجود سياسي إلى جانب الحقوق الوطنية المشروعة مثلا للشعب العربي الفلسطيني والشعوب العربية بالنسبة للنزاع العربي الإسرائيلي، وكان هذا الموقف محترم أظن من قبل الجميع، وهذا لمصلحة المنطقة. طيب شيء ثاني، أنه أثناء الربيع العربي نحن أيدنا الديمقراطية والحريات، ولكن في نفس الوقت قلنا أنه انتبهوا أنه هنا في خطر للعنف، ويكون هاي المرحلة انتقالية مليانة بالتناقضات، وإلى نحن شفناه في روسيا في التسعينات. ولذلك بالنسبة لهذا السؤال، روسيا هي تأمل الشيء جيد للمنطقة، للجميع في المنطقة، ليس فقط لسوريا بس، بل نحن نريد للجميع في إطار الربيع العربي مثلا. الشيء الثاني أنه دائما يتحدثون حول المصالح. مصالح لدينا، نحن كنا نريد أن يكون مثلا استثمارات من الخليج، عندهم في فلوس كتير، لدينا في روسيا شو صارت استثمارات بالصراحة مش كتير، ولكن هذا شيء آخر، شيء يختلف عن المصالح العليا. المصالح العليا هي جيوسياسية، وجيوسياسيا نحن نحافظ على الشرعية الدولية بدرجة الأولى، الحقوق السيادية لدول، احترام الاستقلال سيادة الوحدة تراضي الدول بما في ذلك سوريا. نعم، يقال أنه بالتحديد في سوريا يهمكم مثلا القاعدة البحرية، يهمكم القضايا المتعلقة بالنفوذ السياسي والاقتصادي، كل هذا لا يا سيدي، هذا ما يسمى القاعدة في طرطوس هذا شيء بسيط جدا، وتعرف أنه مثلا إذا سفن الروسية أو غير روسية بده يزور الميناء، هذا بكل بساطة يكتب إلى سلطات أي دولة، يكون بالبحر الأبيض المتوسط أو بالخليج، هذا مسموح جيد، ما عندنا الشيء الكبير هناك. يعني هل يمكنك أن تقول أن القضية فقط، الموقف الروسي مرتبط فقط بما يسمى الشرعية الدولية وموضوع الإرهاب والتطرف؟ نعم صحيح، أظن أنه الشرعية الدولية الشيء الأساسي، وموضوع التطرف والإرهاب هذا من نوع آخر شوية، ولكن كمان مهم جدا. فلذلك إجمالا هذه هموم الأساسية. هل تعتقد أن الولايات المتحدة والعالم الغربي يشاطران روسيا رؤية هذا الخطر؟ نتمنى ذلك. لماذا لا يرونه إذن؟ كيف؟ لماذا لا يرون مثل هذا الخطر؟ لماذا روسيا وحدها ترى هذا الخطر؟ نحن نرى أنه الآن تدريجيا هم يهتمون أكثر، ولو في هناك نواقص والإزدواجية في معايير، إزدواجية في معايير شيء يستغربنا، أنه عم بيقولوا أنه
الإرهاب بشكل عام يستنكرون، وبشكل خاص فيما يخص بسوريا اللي عندهم الموقف يجب أخذ بعين الاعتبار طبيعة النظام وإلى آخره. هذا غير مفهوم، لأنه الإرهاب هذه الظاهرة التي يجب كل البشرية تتصدي. نعم. في نهاية هذا المحور دعني أسألك وأستند إلى كتاب صدر حديثا للدكتور ناصر زيدان المسؤول في الحزب التقدمي الاشتراكي، دور روسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بطرس الأكبر حتى فلاديمير بوتين. نعم. في خلاصة القسم الأخير من هذا الكتاب أن روسيا بسياستها تجاه ما يسمى بالربيع العربي على وشك أن تخسر كل أصدقائها. أظن أنه هنا مقصود أن القوى السياسية العربية ورأي العام العربي منقسم الآن اليوم. هذا صحيح أنه إذا كان مثلا قبل الربيع العربي الموقف الروسي من النزاع العربي الإسرائيلي يرحب الجميع، فالآن بالأولويات الأخرى والنزاع السوري الذي لبنان منقسم والدول الأخرى وفي سوريا الانقسام، فيعني أنه السياسة روسيا ممكن يعتبر من جزء من الرأي العام كمؤادية او غير مناسبة لهذا الوضع. نحن يوميا نوضح، وأنا الآن هذا عمل نوضح يوميا الموقف الروسي ونقول أنه نحن في الوسط، نحن ليس مع النظام أو مع المعارضة، نحن نريد أن نتعامل مع النظام والمعارضة عشان المستقبل السوري. بس حضرتك تعتقد تعرف أن معظم الأطراف المعنية السياسية وحتى الرأي العام لا ترى أن الموقف الروسي موقفا وسطيا، بل ترى أنه منحاز تماما للنظام السوري، ولا أعتقد أن أقول لك شيئا جديدا. أنا أكرر، عندما يطرح موضوع مشروع القرار غير متوازن وليكون توازن، كيف نحن نستعمل فيتو؟ إذا كان الموافقة كانت على المشروع متوازن نحن نكون في الوسط مع الأطراف الأخرى للضغط على الأطراف. ولماذا نحن مثلا نستقبل الوفود المعارضة، كل الوفود، وحتى نحن نعرف أنه ما بنقدر أن نؤثر كثير اليوم، ولكن نحاول، ليس لأنه نحن نريد تغيير موقفكم والاعتراف بنفس الرؤية لسوريا مثل النظام، بس نحن نريد أن يوافقوا على الحوار مع النظام، هذا هو الهدف. نعم، بس ألا يهمك ما كيف يرى الآخرون هذا الموقف؟ يعني مثلا قد يأتي التغيير عاجلا أم آجلا في سوريا، وقد تبدو روسيا معادية لتطلعات معظم أفراد الشعب السوري والقوى، لنقل بصراحة القوى السنية في المنطقة التي هي أكثرية. نحن بهاي الحالة نقتصر حديثنا بأنه نحن نريد الوحدة أو العيش المشترك بدون التمييز الطائفي. هذا هو، لأنه نحن كدولة ألمانية ونحن نؤيد المبدأ العيش المشترك، كما هو أن نحن في روسيا وكما أنه نحن نريد للسوريين، هذا موقفنا. أما السيناريوهات أو المعايير للديمقراطية فلا تمام نقدر أن نقدم هذه المعايير، لأنه لدينا الجدل مع الغرب فيما يخص بالتطبيق الديمقراطية. ربما معايير هي موحدة لكل العالم، ولكن لازم أخذ بعين الاعتبار خصوصية للبلد، روسيا أو غرب أو دول العربية. فطريق طويل طويل جدا لهذا. المهم أن يكون هناك الحقوق والحريات.
نتوقف سعادة السفير مع فاصل إعلاني، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. بشكل خاص أود أن أسألك عن الثابت والمتحرك والمتغير في السياسة الروسية في المنطقة، وندخل مباشرة إلى الملف اللبناني. أين الموقف الروسي؟ لماذا أيضا من بعد اجتماع الرباعي في السفارة في مقر السفير الإيراني، أيضا في تقريبا نفس الاصطفاف الموجود في سوريا في سوريا، ومن ثم نتكلم أيضا عن زيارة البطريرك الراعي إلى روسيا. هذه المسائل مع سعادة السفير زاسبيكين بعد الفصل. سعادة السفير أهلا بك مجددا في هذه الحلقة. لنأتي إلى الوضع اللبناني، ومن بعد ما قربنا الموضوع السوري، يبدو أن روسيا تتابع سياسة الاتحاد السوفيتي بحذافيرة، لم تغير أصدقاء، لم تغير أولويات. بدأ وكأن هذا الزلزال الكبير الذي ضرب موسكو وفتت الاتحاد السوفيتي لم ينل مقدارا صغيرا من السياسة الشرق أوسطية وبالتحديد اللبنانية. ما هو الثابت والمتحول بين سوريا ولبنان بالسياسة الروسية؟ لا أظن أنه بعد تفكك أو في مرحلة الانتقالية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي صار في التغييرات كبيرة فيما يخص بالسياسة في الشرق الأوسط، السياسة الخارجية روسية، وحتى أنه جاءوا الناس أثناء هذه المرحلة الانتقالية جاءوا الناس بميول غربية ولم يكن معروف لم يكن معروفين. وحتى في سوريا المسؤولون كانوا يسألون أنه شو هدول، وأنا كنت أشتغل بالسفارة، وشو هدول الوزراء الذين لا يعرفون الخصوصيات المنطقة ويطلبون الأشياء الغريبة لنا وإلى آخره. فلذلك لا، كانت في هناك المرحلة التغيير الجذري وربما إهمال للقضايا العربية. بعدين رجعنا إلى المنطقة بثوابت نفسها، بثوابت لا المسألة مثلا 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 أنه كان في عالم ذو القطبين. حاليا متنوع، نحن نسعى إلى العالم المتعدد. لماذا؟ لأنه سابقا كان الاتحاد السوفيتي أمريكا، كان معسكر اشتراكي حلف وارسو والحلف الناتو والعالم الغربي. هنا بالشرق الأوسط كانت المعادلة بسيطة، أنه من جانب الشعوب العربية ومن جانب آخر إسرائيل، وتأييد الاتحاد السوفيتي وأمريكا كل واحد عنده. حاليا نحن وخلال السنوات الأخيرة مثلا كنا نرتب العلاقات مع أوسع عدد من الدول العربية، مع الخليج ومع المغرب ومع جامعة الدول العربية وإلى آخره. كل هذا قبل الربيع العربي وحتى أثناء الربيع العربي نحن نستمر بهذا الشكل. فلذلك لم يعود هناك الخلفاء، ما فيش خلفاء لدينا حتى. مثلاً النظام السوري القذافي كان أصدقائه في الغرب، بشار الأسد عنده أصدقاء كانوا في الغرب. فلذلك لا نعتبر أنه هنا في شراكة، نسميها الآن شراكة، لدينا العالم المتعدد، شراكة والدبلوماسية الشبكية. دبلوماسية شبكية يعني أنه لدينا العلاقة مع الصين، مع الهند، مع البرازيل، مع الخليج، مع المغرب وإلى آخره، مع مصر. أما مثلا الاعتماد على واحد أو استخدام واحد للصراع ضد الآخر لا. لنأتي إلى لبنان أيضا، على الأقل من حيث ما يظهر من خلال اللقاء الذي حصل قبل نحو أسبوع أو أكثر بقليل، كان تحركا بالتوازي مع سفير سوريا، سفير إيران وسفير الصين،
وكأنه استمرار أيضا للسياسة القديمة المتعلقة بالاصطفاف في لبنان. أولا دعني أسأل، كانت ثمة التباسات حول اللقاء الذي عقد في اليرزي، قيل إنه لم يكن هناك اتفاق على بيان وقيل ما سوى ذلك، هل يمكنك أن توجز لنا ظروف وحيثيات ذلك اللقاء؟ ربما أنا أرى كل هذا الموضوع شوي أبسط من ما تفضلت بكل هذه الخصوصيات والتفاصيل. أولا أنه هنا في لبنان مثلا الحمد لله أنه دائما تعقد الاجتماعات، ومؤخرا ممكن نشير إلى الاجتماع مثلا، نحن نجتمع بدون المشاركة اللبنانية، نحن نجتمع في إطار 5 أعضاء دائمين في مجلس الأمن زائد السيد بلامبلي، نحن نجتمع ونبحث كل المواضيع، نبحث لبنان وسوريا والأمن وكل شيء. طيب المعروف أنه في هناك اجتماعات للاتحاد الأوروبي، هذا دائما عندهم اجتماعات، في عندنا الاجتماعات بريكس من هنا لآخر، وفي إطار بريكس ومع بعض الشخصيات اللبنانية. فلذلك ما هو حدث هذا الاجتماع الرباعي لا بأس به، المهم أنه نحن بحثنا الأمور من زاوية كيف التسوية بتصير، وليس الدعوات للعنف أو شيء من هذا. هو دوري يعني بمعنى أن لا 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 مش دوري، هذا مش دوري. مثلا أنا التقيت ما بعرف كم مرة مع السفير السوري ومع سفير إيراني، ونحن اجتمعنا ثلاثة ربما لأول مرة، 4 زائد السفير الصيني، 4 كنا. أما التجربة الموجودة هذا من زمان تجربة هذا، فبحثنا الوضع السوري، تبدلنا بالآراء، وأنا بكل الاهتمام استمعت التقييمات للسفير الإيراني والسوري كيف يرون الوضع. صحت اعتراضاتك على البيان وأنه لم يكن هناك لأنه نحن لم نجلس ولم ننسق نص البيان هذا، فلذلك أنا فقط أنا ممكن أوافق إذا أنا شفت هذا النص وأنا أوافق عليه ويقول خلاص أنا المتفق لهذا. مثلا نحن كنا ننسق البيان بعد المقابلة مع فخامة رئيس 5 أعضاء الدائمين، نحن جلسنا ونسقنا. ربما لاحظت أن تم استغلال هذا اللقاء الرباعي في قضايا متعلقة بالحسابات اللبنانية. نعم طبعا لاحظت، إيه صحيح لاحظت، ولكن هذا من ميزات المطبخ السياسي اللبناني، ومن ميزات لا أعتقد أنه هذا مضر كثير. ومن ميزات الدبلوماسية أن التهرب من هكذا أفخاخ. كيف تهرب؟ يعني يجب على الدبلوماسي أن يتهرب من فخ مثل هذا. هل هذا فخ؟ ما بعرف. أنه صار في اهتمام، لا يهم الاتحاد الروسي أن يظهر بمظهر المنحاز إلى فريق دون آخر في لبنان؟ هل هذا اللي يدل على أنه منحاز؟ أنا شرحت الموقف الروسي أمام الصدى السفراء، وأظن أنه صار في مهم لهم شو اليوم النهج الروسي. لا أظن أنه هذا مضر لأحد. بالنسبة إلى المسألة اللبنانية، هل ترى أن لبنان سيشهد تبدلا في طريقة تعامل روسيا تجاهه؟
هذا ما بعرف هذا سؤال كبير بما يختلف مع الماضي السوفيتي بطريقه تعامله مع البلاد. هذا بهاي البعد التاريخي الاستراتيجي هذا سؤال كبير. نحن كنا على مدى سنوات على نفس المسافه مع التكتلات الاساسيه اللبنانيه حفاظا على الاستقرار والامن في هذا البلد وتأييد للحوار الوطني وإلى آخره. هذا النهج منذ سنوات، وعندما أنا كنت أشتغل في موسكو كنت أعرف أنه هذا النهج الروسي. في الظروف الراهنة خلال الربيع العربي وبعد مجيء الحكومة نجيب مئاتي، فهذا النهج هو تقريبا نفسه، ولكن أخذا في الاعتبار السياسة القيادة اللبنانية نائب النفس تأييدا لهذه السياسة ومتعاطفا معها، بمعنى أنه السلطات اللبنانية تتخذ الإجراءات ميدانيا مثلا لتثبيت الاستقرار، فعلينا كالطرف الخارجي روسيا أن نؤيد هذا النهج. فلا تعتبر أن النهج الروسي قد ينحو باتجاه التحيز يعني على رغم رغبة وما تفضلت به نحو إيش؟ نحو الانحياز إلى طرف معين؟ لا أظن أنه هنا الانحياز، هنا مثل ما قلت أنه تأييد لنهج النائب النفس الذي أو التحييد لبنان عن ما يحدث في المنطقة في سوريا. وأظن أنه كل واحد الآن بسلطة بلبنان أو يكون هذا 8,000 أو يكون هذا 14,000 يكون النهج نفسه لتحييد لبنان. لا، ولكن إذا نظرنا مثلا بالتحديد إلى الاجتماع الرباعي المشار إليه والذي حضرتك قلت أنه جرى استغلاله لحسابات داخلية، ولكن ألا ترى بأنه انحياز لفريق لبناني لا يلتزم بالنائب النفس؟ مثلا معروف في لبنان موقف فخامة الرئيس ودولة الرئيس الحكومة، هو وسطي ويحاول أن ينأى بالنفس، ربما 14 متعاطفة مع الثورة، 8 أدار متعاطفة مع النظام، ولكن بموقفكم هذا تخطيتم النائب النفس وأعطيتم الانطباع بأنكم منحزون ل 8 أدار. أنا هنا مثلا إعادة إلى الاجتماع، فأنا هنا سفير روسي في لبنان ولكن أتحدث ساعات وكل يوم حول الموضوع السوري، فلذلك أنا كنت مثلا ممكن لي أن أقول أنا هنا سفير في لبنان، أنا لا أبحث في جو النائب النفس، هذا صحيح، ولكن أنا متجاوبا مع المطالب الأصدقاء اللبنانيين أنا أبحث هذا الموضوع يوميا، فلذلك الجلوس مع في الإطار الرباعي هذا شيء طبيعي هنا لنبحث الموضوع السوري. أما التأييد لنائب النفس أنا أظن أنه مثلا الموقف لل 14 أذار هو الموقف الرسمي ومعلن أنه هم متعاطفين مع المعارضة السورية في المجال السياسي والإعلامي. أما مثلا عندما نحن نتحدث حول السلاح أو التسرب المقاتلين وإلى آخره، نحن الشيء الوحيد أن نلجأ إلى الإجراءات للسلطات اللبنانية وال 14 يؤيد الإجراءات. نعم، ولكن ما سأكرر السؤال، عندما تكون أن دولة الاتحاد الروسي داعمة للنائب النفس، ألا يجدر بها أن تخرج من هذا الاتفاق الرباعي، من هذا الجلسة الرباعية، حيث هناك أطراف تقوم بأدوار فاعلة ضمن
الإطار السوري؟ لا أنا أظن أنه جوابت بمعنى أنه ما فيش مانع لدي أن أبحث الوضع السوري. أما إذا كان مجرد مشاركة في هذا الاجتماع إشارة إلى الآخرين أنه لدينا انهياز داخل لبنان وهذا غير صحيح، أنا أرجوك أن يفهم بشكل آخر. نعم. سعادة السفير، ذكرت اليوم جريدة الجمهورية أن ثمة تحضيرات لزيارة البطريرك الراعي إلى روسيا، هل تحددت هذه الزيارة وإطارها؟ هذا شأن الكنيسة، كنيسة روسية بدرجة الأولى، تحديد لكل تفاصيل بالنسبة للزيارة. على وجه العموم صحيح أنه هذه الزيارة يعتبر في روسيا خطوة مهمة وجيدة، ونحن نرحب بهذه الزيارة. هذا هو. ليست من خلال السفارة هذه الزيارة تتم؟ لا، أنا عارف، أنا عارف الموضوع، إلى أنه على أساس أنه لدينا كنيسة شيء والدولة شيء آخر، أنه هذا ليس التعليمات مباشرة مثلاً لي. أنا في الحدث، أنا في الحدث، ولكن التفاصيل هذا المتروكة للكنيسة الروسية. تحددت التواريخ؟ هذا هو اللي أعرف، لا أعرف، ربما إذا حددوا أنا سوف أعرف هذا من المصادر منهم، بس أنا لست صاحب القرار في هذا. والنهاية ستمنح التأشيرة. صاحب التأشيرة. نتوقف الآن مع الصحافة العربية. كتب طارق الحميد في صحيفة الشرق الأوسط مقالة بعنوان الشطرنج السوري والنقلة الأخيرة، ومما جاء في هذه المقالة: شهدت الأيام القليلة الماضية ما يشبه لعبة الشطرنج في الأزمة السورية، حيث تحركت كل القطع لتحاصر الأسد وروسيا وكل حلفاء الأسد، وبشكل لافت دفع الروس للانفعال والارتباك. فبعد أن شاع أن الأمريكيين والروس يجتمعون في جنيف بحضور الأخضر الإبراهيمي لمناقشة الأزمة السورية، أعلنت الولايات المتحدة وعلى لسان رئيسها الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري كممثل للشعب السوري، وعشية اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في مراكش الذي اعترف بائتلاف المعارضة السورية أيضا كممثل وحيد للسوريين، وفيه أعلنت السعودية عن تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار دعما للشعب السوري. هل توافق على هذا التحليل؟ في الجوهر أن أظن غير صحيح في الجوهر، لأنه نحن بالعكس أنه نحن أشرنا للأمريكان أنه في ازدواجية بالموقف، أنه من ناحية هم يعترفون ببيان جنيف، ومن ناحية أخرى يعترفون الائتلاف كممثل للشعب السوري. فهذه الأشياء برأينا متناقضة، فلذلك نرجو توضيح من الأمريكان ونتقدم إلى الأمام على أساس المفهوم الصحيح كما ينص عليه البيان جنيف. نعم. أود أن في الفقرة الأخيرة أن نتناول الموضوع المتعلق بروسيا الجديدة وعلاقتها مع الكنيسة الروسية من خلال الصحافة أو سر الصحافة من جريدة الجمهورية. اخترنا من صحيفة الجمهورية: كشف مصدر دبلوماسي أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية غير بعيدة عما يحصل في المنطقة، وخصوصا في العراق وسوريا، وهي تعمل على حماية المسيحيين من التهجير كما حصل في العراق منذ سنة ونصف السنة. سعادة السفير، المحور الأخير اليوم من حلقتنا اليوم: روسيا القيصرية كانت لها علاقة معينة ومعروفة ومترابطة كثيرا مع الكنيسة الروسية. بعد 70 عام البولشيفية والثورة البولشيفية أتت
المرحلة عدم التوازن التي أشرتم إليها في بداية الحلقة، وعندما قررت روسيا أن تعيد موضعها في العالم، اليوم روسيا تلعب دورا كبيرا. ما هو دور الكنيسة الروسية في هذا الإطار؟ إذا بالمقارنة مع كان في العهد القيصري، فهناك كانت إرادة سياسية قوية للحكم القيصري للوجود الروسي في هذه المنطقة، وأنتم تعرفونه المشاريع اللي كانت تحقيقها عن طريق الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية هنا في الأراضي ما يسمى الأراضي المقدسة. نحن نتمنى أن يعود ولو جزئيا هذا العهد ليكون الوجود الروسي ملموس ويتجسد في المشاريع. هذا صحيح وهذا نقص، ونحن نريد أن نعوض الآن بالجهود، وإن شاء الله خلال السنوات القادمة يكون هناك إعادة تنشيط لهذه الجمعية، واحتفلنا ب 130 عام بهذه المنطقة بما في ذلك في لبنان. هذا أولا. شيء ثاني، أنه بالنسبة للكنيسة الروسية فصحيح أنه الاهتمام كبير من قبلها تجاه هذه المنطقة، وبشكل خاص في هذه الظروف، وعندما هناك المخاطر المعروفة لنا للوجود المسيحي فيها. والدلالة الزيارة لقدسة البطريرك كيريل إلى سوريا ولبنان سنة الماضية، ودعوته إلى الحوار والسلام في هذه المنطقة، كان يشير إلى أنه ليس رجل سياسة بل هو رجل دين، فلذلك دعوته هي مبنية على القيم المسيحية. في نفس الوقت أنه نحن في روسيا نعتبر أن القيم المسيحية هي كما القيم الأديان الأخرى الأساسية السماوية هي في أساس للقيم الإنسانية، فمن هذه الزاوية نحن نرى الوضع. هل روسيا تتجه إلى دورها القديم، الدور القيصري بحامية الأرثوذكس أو المسيحيين في منطقة الشرق الأدنى؟ مثل ما أشرت أنه هناك أشياء ممكن أن نطبقها هنا، مثلا مشاريع الخيرية، هذا يعني مستوى دعم إنساني وليس دعم سياسي وليس مشاريع على الطريقة القديمة. نعم هذا عن طريق القديمة. أما الآن فمطروح سؤال بقاء المسيحيين هنا في المنطقة، هذا شيء ملح وهذا شيء الوارد لنا كأرثوذكسيين أو للكنيسة الروسية. هنا من هذه الناحية لازم نكون نحن دقيقين جدا في العبارات وفي دعوات وفي الممارسات، لأنه عندما نطرح مواضيع الأساسية، القضايا الأساسية في هذه المنطقة هي الإصلاحات، هي الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. عندما هناك في تحويل إلى المشاكل بين الطوائف، هذا شيء اللي نحن لا نقبل نرفضه، ونقول أنه لدينا المشاعر الوطنية كما أنه في روسيا، ونتمنى ذلك للعرب ليكون مشاعرهم قومية وطنية وبدون التمييز الطائفي. نعم، ولكن من خلال هذه الفترة الأخيرة من المعروف أو من المتداول به أن روسيا تحمل شعار حماية الأقليات، تحمل شعار مواجهة التطرف الإسلامي بما يعني، وكأنها تأخذ طرفا بحد ذاته موقفا طائفيا. نحن نريد تأمين الحريات والحقوق كل فئات المجتمع العربي
من بكل فئات يتعلق هذا بطوائف أو بالفئات الطبقية أو بفئات القومية. هذا هو الموضوع الأقليات أو غير أقليات غير برأيي هذا غير دقيق. لأنه مثلا المسيحيين لا يمكن أن نعتبر المسيحيين كالأقلية أو الآخرين الطوائف الأساسية لأنه هي أصلا من هنا عدديا المسيحية من هذه المنطقة. اسمح لي بهذه المقاطعة، ولكن خبر عاجل من مصدر عسكري روسي إن سفنا عسكرية روسية تحمل قوات خاصة روسية آتية إلى سوريا. هذا من مصدر روسي. نعم. إذا كان من مصدر روسي هذا يعني أكيد. أكيد أكيد. نعم. ماذا يمكن أن لا بس في كل الأحوال إذا هل كنت على اطلاع على هذه الخطوة؟ عندي ما عندي المعلومات أبدا، بس أنا أعرف أنه إذا كان حدا على المتن الباخرة ليس لي محاربة في النزاع السوري. عطلة نهاية العام. عطلة نهاية العام. لا لا لا. هذا دائما دورة التمرين هذا دائما يجري، لأنه ما بقدر واحد بوحدات خاصة يجلس بالبيت دائما، لازم التجول يجوا على المناطق الحامية. نعم. يقال أنه ثمة قلق أيضا على موضوع الرعاية الروس في سوريا، وقد يكون هدفهم الإجلاء أو الحماية. صحيح، هذا دائما عندما يحدث في ظروف النزاع يحدث إجلاء. فأنا عندما خدمت في الأماكن الأخرى، مثلا عندما في اليمن كانت جارت الحرب في 94 وكان نفس الشيء، وليس ليس إجباري أن يكون هذا السفن روسية، ربما يكون سفن من دول أخرى ويأخذ على المتن المواطنين لدول أخرى، وهناك الموجودون البحارة والوحدات خاصة ربما موجودون. هذا أكيد. أما بالنسبة لما يحدث في سوريا والمواطنين الروس، وصار في أخبار حول هذا الموضوع في الآونة الأخيرة، أنا أرجو أن لا يكون هناك مبالغة في هذا الموضوع. ليش؟ لأنه أثناء كل هذه المرحلة كان في هناك فرص عديدة لمن يغادر، من بده يغادر، في ناس يغادرون يرجعون وإلى آخره. ربما شيء يكون من المطلوب صحب الأفراد، ولكن لا أريد أن يكون تكبير لهذا. صاحب السعادة، الوقت انتهى، مع أنه عندنا بعد نحو 10 أسئلة كنت محضرهم زيادة، ولكن انتهى الوقت، وهذا نأمل أن يكون لنا حلقة أخرى مع سعادتك. نكون في تواصل. أكيد. أهلا بك في MTV سعادة السفير ألكسندر زاسبيكين. طيب. مشاهدينا نشكركم للمتابعة، ومنذكركم أنه بإمكانكم متابعة أخبارنا عبر صفحتنا MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، وMTV لبنان على موقع فيسبوك، وكمان عبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا وإلى اللقاء، وكل عيد وأنتم بخير.